بسم الله الرحمن الرحيم. من المزايا اللي أضافها اليوتيوب مؤخرا على الآيفون، فالسابق كانت مرحلة تجريبية، هي ميزة الصورة داخل صورة، ففي ناس ما اشتغلت معهم. فاليوم راح أتكلم عن 3 شروط أو 3 إعدادات لازم تتأكد منها على أساس تتأكد أنه هذه الميزة تشتغل معك. فقبل ندخل في التفاصيل، أتمنى تعطوا لايك لهذا الفيديو وأيضا تشتركون بالقناة. ميزة الصورة داخل صورة، للي ما يعرفها، أنه على سبيل المثال أنا الآن مشغل فيديو على اليوتيوب، الآن مجرد أني أطلع من الفيديو، فعلى سبيل المثال الآن صارت الصورة مصغرة، أقدر أني أكبر الشاشة، أقدر أني أصغرها، أقدر أني أحركها في زوايا الآيفون، أقدر أني أكبرها تصير مثلا هنا زي ما في البداية أنها تأخذ تقريبا الجزء العلوي من الصفحة، وبإمكاني أيضا أني أنا أخفيها. طيب، على أساس أنها تشتغل معي هذه الميزة، في إعدادات على الآيفون لازم تتأكد منها. أول حاجة لازم تروح للإعدادات، بعدين تروح إلى عام، وبعدين تروح إلى صورة داخل صورة وتتأكد أنها مفعلة عندك. الحاجة الثانية أنك أنت تروح إلى تطبيق اليوتيوب، وبعدين تضغط على صورة حسابك، وبعدين تدخل على الإعدادات، وبعدين تدخل على إعدادات عامة، ومن هنا بنلاحظ نافذة ضمن نافذة الآن لازم تتأكد أنها مفعلة. طبعا هذا الخيار عشان يظهر عندك لازم تكون أنت مشترك في خدمة اليوتيوب بريميوم، واللي تقدر تشترك فيها عن طريق المتجر الأرجنتيني أو المتجر الهندي بسعر تقريبا ما يتجاوز 60 ريال بالسنة. فأنا نصيحتي صراحة أنه كل الناس أنها تشترك في خدمة اليوتيوب بريميوم، راح يعطيك هذه الميزة صورة داخل صورة، راح يعطيك اشتراك في خدمة اليوتيوب ميوزك، وأيضا راح أنت تقدر أنك تشغل الفيديوهات في الخلفية. أنا بالنسبة لي صراحة دائما معطلها، لأني أسمع الفيديوهات كثيرة مثلا وأنا في السيارة، فما أحتاج الصورة داخل صورة هذه تكون مفعلة، فأنا دائما ملغيها. لكن هذا للناس اللي سألوا عن هذه الميزة وكيف أنك تفعلها. تفعلها من إعدادات الآيفون، من إعدادات اليوتيوب، وأيضا لازم تكون مشترك في اليوتيوب بريميوم. أتمنى أكون ما طولت عليكم، وأتمنى يكون الفيديو هذا مفيد لكم للناس اللي ما اشتغلت معهم. يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.